طبعا كل شركة بتعمل متصفح بتكون عايزة تثبت للعملاء بتوعها ان هي الافضل، وبتحط له مجموعة من الفيتشرز اللي هي تخليه يستخدم المتصفح بتاعهم كهو الهوم بيج بتاعته، او يعني كهو المتصفح الديفولت بتاعه. فتعال نشوف المتصفح اللي اسمه تورش وايه الامكانيات اللي هو بيدهاني. فلو من المتصفح ده فتحت اليوتيوب ودخلت على اي فيديو قدامي حتى لو انا مش عامل ساين ان، هتلاقي ظهر معاك سهم هنا بيقول لك ايه داونلود. والمفاجأة هنا ايه؟ ان انت بتداونلود الاوريجينال فايل، بتداونلود الاوريجينال فايل زي اللي رفعه المستخدم بتاع اليوتيوب بالظبط، نفس الفايل اللي اتعمل له ابلود انت بتعمل له داونلود. طيب الميزة التانية في المتصفح ده ان هو بينزل لك مع التورنت مانجر. الناس اللي ما سمعتش عن التورنت قبل كده، ده نوع من انواع الفورمات بيبقى مرفوع بيه الفايلات اونلاين، بقدر اعمل لها داونلود، وحتى لو الداونلود اتوقف في النص او اتقطع بقدر اكمل الداونلود ده في اي وقت بعد كده. فتعال نجرب وندخل على اي سيرش انجن. التورنت ده بيبقى ليه سيرش انجن مخصوص بيه. تعال نعمل في السيرش انجن ده زي ما انت شايف اهو شبه جوجل شوية، ودينا بنعمل السيرش PHP tutorial video course. ان التورنت ده وهو نازل بينزل معاه تراجن هورسز وبينزل معاه فايلات مليانة بلاوي، يبقى يفضل ان انت المتصفح ده بينزل على نسخة من نسخ الويندوز بتكون نازلها على الدي. يعني انت شغال بالويندوز بتاعك عادي على السي، تروح منزل نسخة تانية على الدي، بتدخل النسخة دي لما تحب تعمل داونلود لحاجة وبتطلع منها على طول لما بتخلص الداونلود ده، وبيكون النسخة اللي على السي عليها انتي فيروس وما ينزلش عليها تورش تماما. تمام، هنا انا بعمل داونلود ولازم اصطاد بقى الباتون اللي بعمل منه داونلود للتورنت. تعال نعمل سيرش كده على بروجرامينج PDF. Beginning programming with Python. ماشي هنزل الكلام ده. او شايفين get this torrent، شايفين اللينك قد ايه مكتوبة فين؟ اللي هي داونلود دي ولا بلاي ناو ولا اي حاجة، ده هي دي. بيطلع لك البوكس ده على طول، اول لما بتقول اوكي بتلاحظ ان هو حط لك سهم على طول هنا وبيقول لك انا بدأت احمل اهو الفايل اللي بيتحمل لي دلوقتي. طيب ممكن اشوفه بشكل مختلف، اشوفه بالشكل ده، يعني عندي السايز الكامل بتاعه، الداونلود سبيد، الاب سبيد والداون سبيد، او بتشير انت الملف مع اشخاص تانية زي ما انت بتعمل له داونلود ممكن حد ينزله من على الجهاز بتاعك، فانت بتكون سيرفر لاشخاص تانية. لو عايز تلغي القصة دي بتقدر تعمل ريستريكت للابلود. بدخل على السيتنجز ومن السيتنجز بحجم الابلود، عندي هنا سبيد ليميت، فلو جيت على الابلود سبيد افتحه واخليه مثلا يبقى 1 كيلو. هنا انا بتكلم اهو ما كاتب لك بالكيلو بايت على السكند، اقول اوكي. يبقى هنا مهما حصل الابلود سبيد مش هيعدي عندي 1 كيلو، وفي نفس الوقت اكون ما قفلتش برضه الابلود على الناس، يعني اكون بديهم في الثانية كده كيلو. بلاحظ طبعا البي دي اف عندي بينزل،